على صعيد اخر، ويمكن ده اللي كنت بعلق عليه في اول حلقه خالص، الرئيس قال فكره يعني براقه جدا وتستحق وتستوجب المناقشه، مساله تقنين او تنظيم هجره شرعيه لدول تعاني نقصا في المواليد. معانا على التليفون سياده النائبه سلاف درويش، وكيل لجنه القوى العامله في مجلس النواب وواحده من اسود المجلس. اهلا بك يا سياده النائبه. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله، وحضرتك بالصحه والسلامه. مساله ان احنا نعمل تنظيم او تقنين للهجرة الشرعية للدول التي تعاني نقصا في المواليد، نفكر فيها بصوت عالي ازاي دي؟ اولا هي فكرة رائعة. حلو. ثانيا سهل جدا، ان احنا عندنا بعض الدول زي كندا وبعض الدول الاخرى عندها نقص في النمو السكاني. صح. وعندها احتياجات لبعض المهن، يبقى لازم يكون عندنا دراسات لهذه الدول احتياجها لانهي فئة من ولادنا وشبابنا، ونبتدي نجهز ولادنا ونأهلهم للهجرة الشرعية مع اتفاقيات تتم وبروتوكولات تتم مع وزارة القوى العاملة مع هذه الدول، ان احنا نصدر لهم فكرة ان العمالة اللي احنا هي خارجة من عندنا على قدر ومسؤولية ان الدول دي تقدر تاخدهم، وان احنا مأهلينهم تأهيل كامل وفقا لعادات ورؤى واحتياجات الدول دي للفئه دي بالذات. الفكره اللي اطلقها السيد الرئيس النهارده انا بصراحه كنت مبهوره بيها اول ما قالها. ثانيا ما حدش فكر فيها قبل كده، ان احنا عندنا بعض الدول فيها نقص فعلا وفاتحه ابوابها للجميع، لكن انا بخاف، انا لو انا عامله بسيطه وانا عارفه ان هم محتاجين المهنه دي هناك، لكن هخاف اروح اقابل مين؟ طب مين هيقابلني هناك؟ طب انا هروح ما ممكن يتنصب عليا. لكن لو الدولة بتحمي ويكون الفكرة قائمة ان احنا اللي نأهل الهجرة الشرعية دي، واكون انا السند لهذا العامل وانا اللي بأهله واعرفه ثقافة الدول ازاي وهيروح فين ورايح لمين وبضمن جزء من حمايته لغاية ما يقف على رجليه ويبتدي يتعرف على العالم الجديد اللي راح فيه، ده شيء هيكون مشجع للشباب اللي هم يؤهلوا جيدا. انا بخرج يد عاملة يتشغف عليها الآخرين، لكن لازم يكون أنا جاهزة بيها كويس قوي. الفكرة فوق الرائعة. حلو. أنا بدأت أفكر من ساعة ما سمعتها إزاي نطبقها، إزاي وزارة القوى العاملة مع وزارة التخطيط مع آليات التدريب المنتشرة علينا وبرامج التدريب أو أماكن التدريب المنتشرة في جمهورية مصر العربية كلها، إزاي نستغلها للأفكار دي. عندي الصعيد، ما عندنا هجرة داخلية بتجينا من الصعيد تيجي على القاهرة تشتغل، بعض العمالة بتيجي تاخد من عندنا شغل بسيط وهو ده نفس الشغل ده مطلوب في الدول دي، ليه ما اخدهمش وهم صغيرين ومدارس الصناعية، وأبعد عن فكرة التعليم العالي بقى وأقول لهم احتياج الدول دي محتاجاته في مهن كذا ومهن كذا ومهن كذا، يبقى مدارس الصناعية تشتغل على تجهيز الأبناء دول من وهم في الصغر، يخرجوا يبتدي نأهله مع الثقافات، نخرجوا نبتدي نجهزهم ان هم ازاي يسافروا بره ويتعاملوا ازاي، والعقود هتبقى مؤمنه ازاي من وزاره القوى العامه، البروتوكولات اللي هتتعمل هناك بصراحه الزياده السكانيه. طب ما هو ده يا سياده النائبه هيحتاج كده زي ما يقولوا الجماعه الانجليزي يقول لك الاكشن بلان، يعني احنا كلنا عارفين سياده الرئيس كويس. اخشى ما اخشاه ان احنا نيجي بعد شهرين ثلاثه فالرئيس يقول لنا ايه؟ طب احنا اطلقنا فكره في شهر سبتمبر حول تنظيم الهجره الشرعيه، وقلنا ان كل الناس مدعوه للمشاركه، وبالرغم من ذلك احنا ما شفناش حاجه لحد دلوقتي. فانا هفكر مع سياده النائبه سلاف، هل من الوارد ان احنا نبدا نشتغل مع انتهاء الاجازه البرلمانيه المجلس النواب في لجان استماع ونشوف ايه اللي ممكن يتعمل، نجيب ملحقين العمل الموجودين في السفارات اللي بتطلب هجره واللي بدات تخفف حتى من شروط الهجره بتاعتها طلبا للمزيد من الموظفين والعماله وما الى ذلك، ونحاول نخلق ولو يعني ايه مجموعه من لجان الاستماع، ثم فيما بعد ذلك نشوف هنتحرك ازاي. انا مع حضرتك، وانا بشوف ان يعني ان ده لازم يتعمل قريبا جدا، لانها هتخف علينا اعباء كتير، هتبقى امن وامان لابنائنا الخارجيين. ثانيا ايوه انا لازم مجلس النواب يبتدي يعمل بعد
انتهاء الاجازه في اول 10 ان شاء الله ممكن نعملها في لجنه القوى العامله، ونبتدي من خلال الملحقين، لان احنا مالناش ملحقين كتير في بعض الدول الاوروبيه دي، في دول مالناش فيها ملحق عمال، لكن لينا سفارات تقدر تقول لي تدرس بيئه المكان هناك، والسفارات اللي موجوده هناك بتتمثل في اكثر من مجال، في مجال يخص التجاره ومجال يخص العلاقات مع الهجره، وفي مجال يخص العمال، يقدروا يقولوا لنا بيئه الاماكن دي، ولازم نركز على بعض الدول اللي فعلا في امس الاحتياج عشان نبتدي بيها زي بايلوت، نبتدي بجزء من بعض الدول دي ونأهل ليها. أيوة. ولادنا يعني ممكن نستدعي حد ممثلا عن السفاره الالمانيه بالقاهره، السفاره الكنديه، سفاره نيوزيلندا، وفي اكتر من دوله في وسط وشمال افريقيا، اسف شمال اوروبا، خففوا كتير من الشروط، منها المانيا على سبيل المثال خففت كتير جدا من شروط الهجره بتاعتها، فنبدا نستدعيهم للمجلس لاستماع ونشوف انتوا احتياجاتكم عامله ازاي، طب وايه الشروط بتاعتكم، طب ويا ترى ايه نوعيه العماله اللي انت عايزها وحجم التدريب بتاعها عامل ازاي والشروط بتاعه السن، الخ الخ الخ، ونفهم منهم هيروحوا هيشتغلوا هناك فين واني مقاطعات وايه الظروف المعيشيه. يعني عايزين نخش بقى المره دي بقلب جامد جدا 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 جدا. حضرتك قلتها كلمه، هل احنا هيعدي علينا بعد 3-4 شهور مؤتمر يتعمل اخر يقول احنا اطلقناها وما حصلش حاجه؟ ربنا يستر. لو تكاسلنا وما اخذناش الفكره بجديتها واهميتها، رغم انها كلمات بسيطه لكن كل كلمه فيهم وكل حرف له اهميته. بقول لحضرتك انا النهارده قعدت افكر ازاي نستغل الفكره. صحيح. دي فكره ما حدش فكر فيها. احنا دوله شابه، دوله شابه، عندنا شباب وعندنا بطاله. صح. جزء من البطاله دي عندها طاقه ايجابيه ممكن نستغلها استغلال جيد. لجنه العلاقات الخارجيه مع لجنه القوى العامله مع لجنه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر نقدر نقعد نشتغل عليها، لان كل دول ثانيا انا عندي مراكز التدريب والتاهيل اللي موجوده مع في وزاره القوى العامله ومنتشره في كل جمهوريه مصر العربيه. عندنا المدارس اللي ممكن نشتغل عليها مع وزاره التخطيط، مع عندي كثير جدا من المدارس والمعاهد المتخصصه والمنصات المتخصصه اقدر اتعامل معاها، ومن ثم اقدر اطلع ولو نتائج اوليه يبنى عليها. انا عايز اشكرك جدا 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 مره ثانيه ست النائبه سلاف درويش وكيل لجنه القوى العامله في مجلس النواب.